يبحث هذا الشاب عن العدد الأخير لجريدته المفضلة في لوحة التحكم هذه، فهذه الشاشة الذكية واحدة من بين مئات اللوحات التي وضعت في مواقف حافلات ذكية لتمكن المسافرين من الاستفادة من عدة خدمات يوفرها الموقف كولوج عالم الانترنت وقراءة الصحف وشحن بطاريات الهواتف. صافي بليزير نصيبو لا تكنولوجي في لاري هكذايا، واحد الانسان كيكون قاعد في لاري يحب يشوف نابورت كي لعب باريكزوم لي جورنو، يحب يشوف لي فيسبوك، يدخل لي كونيكتي يشوف كاش جديد. الوقت هذا راني نستنى في البيس باسكو البيس طول شويه، ما تقلقتش باسكو غادي نشوف في لي جورنو نطول يلحق البيس ديالي. خدمة مواقف الحافلات الذكية وضعتها إحدى الشركات المتخصصة في إنجاز مواقف الحافلات تحت تصرف الجماعات المحلية، فكرة اهتدت لها الشركة لإضفاء طابع جديد على المدن الجزائرية وطرق تسيير ذكية لتنظيم المجال الحضري. L'entreprise a des displays dans son business plan à horizon 2019 et toujours dans stratégie de l'accompagnement des collectivités locales, essaie d'innover dans le mobilier urbain qu'elle met en place. يعمل رؤوف رفقة مسؤولين آخرين في الشركة على إنجاح مشروع المدن الذكية، وهو يعتقد بأن المدن الحضرية ما هي إلا وسيلة اتصال بين المواطن والجماعات المحلية، فهي بالنسبة إليه نافذة يمكن من خلالها للمعلنين تمرير رسائلهم بطريقة سهلة ومبتكرة. met en place quelques abribus intelligents sur la ville d'Alger, sur Sétif et aussi sur Oran. Donc ces abribus intelligents sont gérés à distance, ici depuis l'entreprise. Ils sont dotés des dernières technologies dans le monde, dans ce qui est abribus, ce qui est mobilier urbain. Donc ces abribus smart que nous appelons sont à disposition du citoyen algérien avec une connexion Internet et aussi très agréable pour l'attente du bus, ce qui est connexion Wi-Fi sur place. تشغيل مواقف الحافلات الذكية والتحكم فيها عن بعد لا تعتبره الشركة مشكلاً يصعب التحكم فيها. فالمهندس صالح رئيس قسم الإعلام الآلي في الشركة يتحكم في تسيير غرفة مراقبة مواقف الحافلات الذكية، وهو يتابع بشكل دوري عمل أكثر من 70 شاشة ذكية وضعت في مواقف الحافلات. Actuellement, نقدر نتحكم في أكثر من 78 أو 100 بريبيس. وفي المستقبل صافي كل خطره نزيدوا ليكستونسيون دو نوتر ريزو نقدروا نديروا اليشان ناسيونال نبعثوا لو كونتينيو اكزامبل يكون عندنا انا بريبيس في الصيف ولا في عنابه ولا في وهرن ولا في اي مكان يكون عنده لا كونيكسيون 3 جي نبعثوا لو كونتينيو منا ا ديستونس اون طون ريال سا برون ا بي بري 5 مينوت ولا 10 مينوت لو طون دو تيليشارجمون اي لو كونتينيو ولا لو ميساج سيرا افيشي سور ليكرون. خدمات الانترنت صور وفيديوهات مختلفة إضافة إلى رسائل إخبارية جميعها ترسل من غرفة المراقبة لتصل إلى مستقبليها الذين أبدوا اهتماما كبيرا بها، وذلك لمرونتها في تسهيل حياتهم اليومية ما أرغبهم في تعميمها على كافة المدن الجزائرية وكذا المحافظة عليها واستخدامها في مجالها الخاص بها. On espère que ça se généralise vers toutes les wilayas, dans toutes les gares, toutes les places, tous les arrêts. Et on espère bien que les gens les protègent parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et pour terminer, j'espère que les gens les utilisent dans le bon sens.